نشرة الأخبار من قناة يمن شباب، حياكم الله. والبداية بالعناوين. ميليشيا الانتقالي تقطع الطريق الرابطة بين عدن وأبين. إحباط محاولة تسلل لميليشيا الحوثي في خبة الشعف بالجوف. والحكومة تندد بلقاء السفير السويسري مع ممثل ميليشيا الحوثي لدى إيران. أهلا بكم إلى التفاصيل. تواصل ميليشيا الانتقال الإماراتي لليوم الثالث على التوالي بين الحين والآخر قطع الخط الرابط بين العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة أبين لمنع مرور شاحنات النقل الثقيل للضغط على الحكومة للإفراج عن مسلحيها المحتجزين لدى السلطات الأمنية في شبوة. وتسعى ميليشيا الانتقال للضغط على الحكومة للإفراج عن العشرات من عناصرها الذين ذهبوا لتعزيز ميليشيا الإمارات خلال أحداث التمرد التي شهدتها المحافظة في أغسطس الماضي. وسبق لمحافظة شبوة أن أبدى قبوله بالإفراج عن عناصر الانتقالية المحتجزين والذين ينتمي جميعهم لمحافظتي الضالع ولحج، وذلك مقابل الإفراج عن كل من تحتجزهم ميليشيا الانتقالي في عدن من منتسبي المؤسسة الأمنية والعسكرية، وهو ما رفضته الميليشيا. قال تقرير حقوقي أن ميليشيات الانتقالية المدعومة من الإمارات ارتكبت عمليات تصفية جسدية منذ انقلابها في عدن في أغسطس الماضي، وطالبت منظمة سام للحقوق والحريات الإمارات بوقف تعقيد الأوضاع في اليمن، ودعتها إلى التوقف عن كل الأعمال المناهضة للقانون الدولي بما فيها ميثاق الأمم المتحدة والتي تهدد الأمن والسلم في اليمن والإقليم وتزيد الأوضاع اليمنية تعقيدا ومأساوية. وقالت المنظمة أنها رصدت 11 عملية اغتيال ما بين عسكريين ومدنيين بعدن في ظل فوضى أمنية غير مسبوقة عقب تمرد ميليشيا الانتقالي. هذا واتهمت المنظمة ميليشيا الانتقالي باختطاف 55 شخصا واعتقالهم تعسفيا عقب تمردها على الحكومة الشرعية في أغسطس الماضي. قالت المنظمة في تقريرها الذي حمل اسم بيت العنكبوت إنها رصدت مقتل 11 مدنيا وجرح 37 في أحداث تمرد ميليشيا الانتقالي، واستمعت إلى أكثر من 53 من الضحايا والشهود. وأقدمت ميليشيا الانتقالي بحسب التقرير على ترحيل أكثر من 200 مدني بطريقة قسرية من عدن، بينهم نساء وأطفال، بينما تعرض أكثر من 700 مدني للعنف الجسدي واللفظي. وقال التقرير أن ميليشيا الانتقالي أغلقت في عدن 13 مطعما و90 محلا تجاريا، وأحرقت 70 بسطة لبائعين متنقلين. في السياق، طالبت رابطة أمهات المختطفين في وقفة احتجاجية نفذتها أمام قصر المعاشيق بعدن بالكشف عن مصير العشرات من المختطفين والمخفين قصرا. ونشدت الأمهات في وقفتهن لجنة التحالف العربي بقيادة السعودية المختصة بمتابعة وتنفيذ أحكام اتفاق الرياض وملحقاته الذي وقع في شهر نوفمبر، نشدت بوضع ملف المخفين قصرا والمعتقلين تعسفيا في أولويات الترتيبات الأمنية التي تجري في عدن لتنفيذ الاتفاق. عسكريا، أحبطت قوات الجيش الوطني محاولة تسلل لميليشيا الحوثي في مديرية خبة الشعف في محافظة الجوف. قالت مصادر عسكرية أن قوات الجيش أحبطت محاولة تسلل لمجموعة من عناصر الميليشيا باتجاه مواقعها في جبل قشعان. أكدت المصادر أن قوات الجيش أحبطت المحاولة وكبدت عناصر الميليشيا خسائر في صفوفها. أصدرت ميليشيا الحوثي قرارا بإضافة مادة دراسية جديدة إلى المقررات الدراسية الأساسية، وبحسب وثيقة متداولة فإنه تم إضافة مادة السلوك إلى المواد والمقررات الدراسية لطلاب المرحلتين الأساسية والثانوية، واعتبرتها مادة يتوجب على الطالب اجتيازها لتحقيق النجاح كباقي المواد الدراسية الأخرى. وحددت الوثيقة نسبة النجاح في هذه المادة ب50 درجة كحد أدنى وب100 درجة كحد أعلى. ووجه وزير التربية والتعليم المعين من الميليشيا وشقيق زعيمها يحيى الحوثي قطاع المناهج والتوجيه بإضافة المادة إلى الوثائق والمطبوعات من كشوفات الرصد والسجلات الاختبارية.
نددت الحكومة اليمنية بلقاء السفير السويسري في طهران ماركوس لينتير والوزير المفوض في السفارة التي تحتضن قسم رعاية المصالح الأمريكية في إيران مع ممثل ميليشيا الحوثي لدى إيران إبراهيم الديلمي. وقال وزير الإعلام أن اللقاء الذي عقد في العاصمة الإيرانية طهران مخالفة سافرة للأعراف الدبلوماسية وتجاوز مرفوض للقوانين والقرارات الدولية ذات الصلة. وحذر وزير الإعلام من تماهي البعثات الدبلوماسية العاملة في طهران مع أجندة النظام الإيراني في شرعنة الانقلاب الحوثي وسياسته التخريبية التي تمثل تهديدا للأمن الإقليمي والدولي. قال رئيس الحكومة معين عبد الملك في مقابلة مع قناة الإخبارية السعودية أنه ووزرائه العائدين معه إلى عدن حققوا الكثير من المهام خصوصا في مجال الإصحاح البيئي والكهرباء والخدمات. ولم يحدد رئيس الوزراء حجم الإنجاز في هذه المجالات، لكنه تطرق إلى آلية جديدة لشراء الوقود توفر مليارات الريالات حسب قوله، لأنه اعترف بصعوبة تنفيذ اتفاق الرياض، وأشار إلى أن الإشكاليات التي كانت حاصلة في عدن والتجاذبات أثرت على المؤسسات وبالذات على المؤسسة الأمنية، ما عاق الاستقرار الحقيقي خلال هذه الفترة. أكد نائب وزير النقل ناصر الشريف على ضرورة تعزيز البناء المؤسسي داخل الوزارة وإيجاد مناخ يسوده التعاون وروح العمل الجاد بين الوزارة والهيئات والمؤسسات التابعة لها. استعرض الشريف خلال اجتماعه بقيادة الوزارة ورؤساء الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة كيفية تحويل ما تم مناقشته مع رئيس الوزراء إلى جدول أعمال والبدء في تنفيذه بأسرع وقت وعمل آلية مزمنة له. قام قطاع التدريب والتأهيل بالشراكة مع المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في عدن ورشة العمل الخاصة بمراجعة وإعلان دليل التوعية بمخاطر الألغام ومخلفات الحروب في المدارس وبدعم من منظمة اليونيسف. قال وزير التربية والتعليم عبد الله لملس خلال الورشة أن الوزارة اعتمدت إعداد دليل لتلبية احتياجات التوعية خلال مختلف المستويات، وبما يمكنهم أو يمكنهم من تنفيذ جلسات التوعية في إطار ورش ميسري التوعية باعتبار أن التوعية حق إنساني وواجب ديني ووطني. رياضيا، انطلقت في مدينة مأرب منافسة بطولة الكرة الطائرة للفرق الشعبية والتي تهدف لاكتشاف الموهوبين والمبدعين في المدينة. ويشارك في البطولة التي يقيمها مكتب الشباب والرياضة يشارك فيها 12 فريقا من الفرق الشعبية بمديريات المدينة. وتقام البطولة بنظام دورية الكل مع الكل بعد توزيع الفرق المشاركة على 4 مجموعات، كما تستمر منافستها حتى نهاية ديسمبر الجاري. ختام النشرة، أعود وأذكر بأهم ما جاء فيها. ميليشيا الانتقالي تقطع الطريق الرابطة بين عدن وأبين. إحباط محاولة تسلل لميليشيا الحوثي في خب الشعف بالجوف. الحكومة تندد بلقاء السفير السويسري مع ممثل ميليشيا الحوثي لدى إيران. ختاما، دمتم ودام الوطن بألف خير. في أمان الله.